مرقتيها عالكل اللعبة ما بتمرق عندي ولو كنتي لوعت الكل هلأ دواكي عندي. بين الـ 2012 والـ 2013 وزع أكثر من 10 أغاني والحبل على الجرار. اليوم عم نشوفه بمقضي لمصدي. خلينا نتعرف سوا على مارك عبد النور. انت كتير بتوزع اغاني وخاصة انه مؤخرا عم نشوف كل الفنانين تقريبا مارك عبد النور مارك عبد النور. الحمد لله الحمد لله. طب ليش لهلأ لا قررت انه تطلق تاني اغنية لألك وبينما بالتوزيع كتير بتحب توزع؟ ليك ببساطة التكلفة المادية هي السبب الوحيد، وتعرف قصة لبنان وبريق الزيت والانتاج، فمطرنا شوي صغيرة ونزلنا تاني غنية. إن شاء الله الأحوال الأمنية تساعدنا، كان هون ولا بالبلاد العربية كلها مثل ما بتعرف الوضع شوي سيء وين ما كان. وعم بحضر كمان قصص جديدة على صعيد الغنى، يعني غير التوزيع. أنا دجا صار عم غني 10 سنين دارين، بس لأنه ما كان عندي أعمال خاصة العالم ما بيعرفوا هذا الموضوع، يعني بيعرفوني الويدينج بلانرز المتعهدين الحفلات اللي بشتغل معهم هودي كلهم بيعرفوني، بس للعالم اللي بيسمعوا راديو بيحضروا تي في يعرفوك بده يكون عندك عمل خاص إن كان كليب وأغاني منذكر إنه أول غنية كانت ودعني صح. صار النور مقضى لمصدى ما حسيته؟ حسيت شوي، يعني ما أنا اقتبستها من شخصيته، يعني هيك كنت عرف عليه جديد، ما كان إلي سنتين بعرف. مارك ليش اخترت مقضي لمصدى كتيتر للأغنية؟ تيتر مقضي لمصدى هذا مثل لبناني بيقوله كل البلاد العربية، يعني اللي ما بيعرفه ومقضي لمصدى يعني شخص ماري عليه كتير قصص ما بقى في شيء يمرق عليه، وكلمة مقضي لمصدى بتعلق بس مشان مش أكتر، يعني لأنه بتعرف الأغاني كلها في كتير أغاني بالسوق دارين بدك تميزي حالك بعلى القليل شيء يلفت انتباههم للعالم، كان الاختيار على مقضي لمصدي. مارك خلينا نعرف المشاهدين على الأغاني رح يسمعوها هلأ قريبا بالسوق. في عندي نادر القتات عم بحضر له عمل كتير حلو، يعني بشوف النور تقريبا بعد شي جمعتين ثلاثة، وأكيد أنت رح تغطي الحدث صار رح تعرفي بهيدا الموضوع. عندي ألين خلف عم بحضر له شي كمان، أيمن زبيب عندي 3 أغاني معه. اسم الله ايه ايمن مولع ايه ايمن مولع عطول ايه. مين في عندك كمان بعد؟ وقالين رجعت يعني الى الساحة، قالين عملة كومباك كتير حلو بتوزيع مارك عبد النور. وروقي عوضعك لو كنتي غيري بالهوى عزبتي بعد الشيطان بمدرستي بدأوا بالصفقوا عندي. حبيت حالك بالكليب بالصورة اللي انت قدمتها. دارين للصراحه كنت كتير خيفان من شغله اطلع انا سئيل، بقلك ليه؟ لا لانه لا انا ماسي لا عن جد، لانه انا مش ممثل كليب، اللي بيغني بيطلع بيغني معه ميكرو عم بيغني وفي فرقه وفي عالم عم يتجوا معه، بس بمجرد ما تعني كليب فت بخانه التمثيل، عم يطلب منك المخرج تضحك زعال عمول تقهر ايه، وكنت ودوري كتير مثل ما شفت بالميوزك فيديو كنت شوي منكي، يعني انا سئيل وقاعد عم عذب فيها للبنت، بس اخر شيء رجعت بيضتها جبت لها جاتو وعملت من قيمتها ايه ايه.